انتهت عملية خراج العسل من وهو في الفرازة الآن، وتم استعمال هذه الفرازة. عمر تعال دور، عمر هذه عمر الفرازة تدميرها بهذه الطريقة. نعم بهذه الطريقة تم تدوير وإخراج عسل النحل. ثم الآن عودة مرة أخرى، خلاص عمر بند، إعادة. هل هناك ترتيب معين لوضع هذه البراويز؟ نعم نعم طبعا، لا تضع الحضنة في الأطراف. نعم لا تضع الحضنة في الأطراف. نعم ادخل اللي هو طبعا الجهة الاتجاه الداخل، ضع اللي هو البراويز المحملة بالحبوب اللقاح. نعم وبعد ذلك طبعا ضع اللي هي براويز العسل، براويز ثم العسل. خلي اللي هي في الوسط اللي هي براويز التي تحتوي على الحضنة. الآن البراويز التي أعدتها أنسب مكان لها أين؟ في الجانب، في الوسط، أين؟ اللي أعدناها في الجوانب. في الجوانب، لماذا؟ في الاتجاهين، لأن هذا تحتوي على حبوب لقاح. حبوب لقاح. فأضعها داخل. في الداخل، نعم. ثم بعد ذلك. نعم. هذه هي تحتوي على إيه؟ على الحضنة. نعم. هذا البراويز يحتوي على حضنة. فأضعه داخل. أها هنا، نعم. البرواز الذي يحتوي على لا يحتوي على شيء جاهز للتجميع العسل، نعم. وضعه في الأطراف، في الأخير. أها في الأطراف، نعم. ثم أعيد تسكير اللي هو الخليط، تغطيته، نعم، بهذه الطريقة. إذا أردت أن تنقل الخلية، أفضل طريقة آمن لنقل الخلايا، نعم، هي وضع اللي هو الشبك حتى لا يخرج إيش النحل، وضع الشبك وأيضا تثبيتها باللي هو الشمع. نعم حتى لا يتحرك، لا تذهب اللي هي البراويز طبعا باتجاه آخر، يمكن طبعا حركة البراويز تقتل الملكة، وتقتل الملكة يمكن وتضرب النحل. وخاصة في فترة الرياح، يمكن في فترة الرياح أو فترة النقل أثناء النقل. الحمل نقل بالسيارة من مكان آخر. أنا هذه الخلية أريد أن أنقلها إلى موسم، نعم، لا يوجد صدر هذا، نعم، المكان، وأريد أن أنقلها إلى مكان آخر صدر. نعم طبعا نقل الخلايا يحتاج إلى مسافة، نعم، يعني لا تقل عن 3 كيلو. نعم إذا نقلت أقل من 3 كيلو احتمالية النحل يرجع كبيرة، نعم، يرجع في المكان اللي نقلته منه، مكان نفس المكان، تخسر النحل السارع. نعم النحل السارع هو اللي يجمع. اها نعم. وافضل وقت لنقل الخليه طبعا المغرب، قبل المغرب. ما شاء الله. قال الان حديثا بعض النحالين، لا ما وصلنا نحن، لكن في المنتديات السوريه موجود اللي هو البوابات اللي ممكن تنقل في النهار. طبعا البوابه هذه مصممه ان النحل يستطيع الدخول لكن ما يستطيع الخروج. نعم لكن هذه البوابات الان لحد الان ما موجوده، بعدها عسى يكون يجيبوها وتقدر تنقل حتى وقت العصر. اها جميل. هذا طبعا اللي هو مكونات الخلية ومكونات النحل. والشمع هذا مما يعني مصنع؟ هذا شمع طبيعي. طبيعي. صنعوه من الصهر اللي هو بقايا الشمع اللي هي سواء كان زوايد او بقايا الشمع اللي هو في مصنع. يصنعه النحل بنفسه. ويقوموا بالطباعة فيه، طباعة العيون السداسية. العيون السداسية. النحل طبعا يبني على اللي هو على الطباعة. نعم. النحل طبعا ممكن ما تسوي له أنت الشمع، ممكن يبني. لكن يرهق. نعم. أنت الآن توفر له يعني هذا. هذا يوفر الجهد، يوفر الوقت. نعم. البراويز اللي فيها الشمع يوفر اللي هو الجهد ويوفر الوقت للنحل. وبالتالي طبعا يكون عملية البناء سريعة. نعم. خلاص.